إيمانا بدور الدولة في تمكين جميع فئات المجتمع وعلى رأسهم ذوو الهمم، قدمت مؤسسة حياة كريمة 70 كرسيا متحركا وثابتا لأبناء محافظة الإسماعيلية من ذوي الهمم. جاء ذلك ضمن مبادرة خطى التي تقدم الدعم لذوي الهمم على مستوى الجمهورية. إيمانا من مؤسسة حياة كريمة ببناء الإنسان وبالأخص ذوي الهمم، تحرص المؤسسة على توفير الدعم للمواطن المصري البسيط والأكثر احتياجا. ووسط عدد كبير من المواطنين، وصلت مبادرة خطى بمحافظة الإسماعيلية عشان توفر لأهلنا من ذوي الهمم 70 كرسي متحرك. بنشتغل على كافة الأصعدة كلها بحيث ان احنا نوصل للمستحق ذات الأولوية القصوى علشان نقدر ان احنا نلبي له احتياجاته. الحمد لله يعني عندنا فريق بيجوب الشوارع، بيتعرف على المواطنين، وبنقدر من خلال الأوراق المطلوبة كبحث الحالات الإنسانية ان احنا نقدر نتأكد من مدى مصداقية ان الشخص ده مستحق او لا. مؤسسة حياة كريمة مهتمة بشكل كبير بذوي الهمم وبتدعمهم بكل الطرق عن طريق إطلاق مبادرات كتير ومتنوعة بتهدف من خلالها لدعم الأولى بالرعاية من ذوي الهمم، الأمر اللي عبر عنه أهالينا عن طريق كلمات شكر وفرحة كبيرة. مبادرة عظيمة، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبسوط يعني بالمبادرة دي، يعني إن هي هتحقق لنا ان احنا نقدر نتحرك بالكرسي زي كده، يعني حاجه يعني كنا محتاجينها. اشكر سياده الرئيس او اشكر الحياه كلمه على الكرسي اللي ادتني. مبادره والله جميله وزمان وتمام، وبنشكر ربنا ثم مبادره حياه كريمه والقياده السياسيه. ممكن يكون انا مش موجود، عاوز مثلا يروح المدرسه، هيضطر ان هو والدته هتساعده، اي حد من جيرانه هيساعده، خلاف ذلك كان بيضطر انه يقعد في البيت ما بيساعدش، مش هيروح المدرسه. ومن اول يوم لحياه كريمه وهي موجوده بين المواطنين بانشطه كتير على الارض في كل محافظات مصر، وكلها لرفع العبء عن كاهلهم عن طريق الوصول للاسر الاشد احتياجا وتوصيل الخدمات والمساعدات بمختلف انواعها عن طريق مبادرتها المتنوعه.